كانوا يا رب العرش العظيم. حينما جلست وحدي في المشفى في هذه الأيام السابقة، ذكرت ما مر علي من صلاة الجماعة التي حرمت منها، ثم ذكرت عتمة القبر وظلمته يا رب. ثم تفكرت في نفسي وسألتها: أنا أعمل العمل لوجه الله أم أريد بذلك أن يراني الناس؟ وقلت: يا نفس، والله لئن كان عملك غير وجه الله فلقد ضيعت عمرك هباء مهجورا. رجعت إليها، كان ذلك موضع محاسبة لي بيني وبين نفسي، وهذا موضع أحببت أن أسوقه لكم يا أيها الكرام. أولا، أن نحاسب أنفسنا على نعم الله التي آتانا الله إياها، التي كل واحدة منها والله الذي لا إله إلا هو لو قيست بملايين الدنيا لرجحت أصغر نعمة ملايين الدنيا بأسرها. نعمة واحدة في ظفر من أظفارك، في رمش من رموشك، في طرف من أطرافك، في هضم تهضمه لطعامك، في خروج البول الذي يخرج منك. سبحان الله. دخل يوما رجل من أهل الفضل والصلاح، وكان يلقب ببهلول، واسمه هكذا في ذلك العصر، وذلك في أوائل العصر العباسي، على هارون الرشيد رحمه الله، ذاك الخليفة الذي افتري عليه واتهم بما هو منه بريء. فقيل له، سأل هارون هذا الرجل بهلول، وهذا الرجل كان فيه شيء من الجد والصلاح، وقد قلت قديما: بعض الناس سلبهم الله نعمة العقل ولم يكونوا من أهل الصلاح، فهؤلاء ليسوا من الصالحين ولا يتبرك بهم. أما الرجل الصالح الحق فقد يفقد شيئا من عقله، لكنه لا يفقد شيئا من دينه. بهلول هذا كان قليلا ضعيفا في عقله، لكنه قوي في دينه، وكانت له كلمات حكمة عجيبة ينطقه الله بها. دخل على الخليفة هارون، فقال له هارون: يا بهلول، عظني، أعطني موعظة. فنظر فإذا أمامه كأس ماء. قال: أرأيت لو منعت عنك شربة الماء هذه بكم تشتريها؟ فقال: بنصف ملكي، أعطيك نصف ملكي. وكان هارون في ذلك العصر يحكم ما يعدل في عصرنا 30 دولة مجتمعة، أكثر من الوطن العربي بكثير، يحكم أجزاء من آسيا وأجزاء من أفريقيا وأجزاء من أوروبا. قال: بكم تشتريها إن منعتها عنك هذه شربة ماء، كأس ماء؟ قال: بنصف ملكي. قال: أرأيت إن حبستها عنك فمنعتها من الخروج بكم تشتريها؟ قال: أشتريها بنصف ملكي. قال: يا هارون، إن ملكا نصفه شربة ماء ونصفه بولة لهو ملك حقير لا يتقاتل عليه. فبكى ذلك الرجل الصالح. هذا يا أيها الإخوة وقت الابتلاء، وقت موعظة لكل العالمين يرجع فيه العبد المؤمن إلى نفسه. ما الذي قصره بينه وبين الله؟ ما الذي ادعاه لنفسه ونسبه إليها بقوله أنا؟ لما قال إبليس أنا طرده الله تعالى من جنته، لما قال أنا خير منه. قلت لكم من البداية، سألت نفسي فقلت: يا نفس، أنت التي تقولين أنا الذي أقوم، أنا الذي أصلي، أنا الذي أعلم، أنا ومن أنا إلا عبد الله؟ وماذا عندي إلا فضل الله؟ وماذا أوتيت إلا منة من الله تعالى؟
فأحببت أن أذكر بما ذكرته بيني وبين نفسي أذكركم به. يا أيها الناس، كما قال الله تعالى: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما عندنا شيء يا أيها الإخوة. أيضا كما قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله يا أيها الأحبة. كل ما عندنا، إن صليت فالفضل عليك لا لك. الله أقامك بين يديه وأنت ترى أخا وجارا وصاحبا لا يتوجه بركعة لله في يوم من الأيام. من هو صاحب الفضل عليك؟ من الذي هداك فجاء بك إلى بيته؟ من الذي أوقفك بين يديه تحمده وتشكره؟ من الذي أنطقك بذكره؟ من الذي ألهمك تسبيحه؟ هذا هو صاحب الفضل والمنة، الذي لا ينبغي لعبد أن يغفل عنه ساعة من ليل أو نهار، أن ينسب النعم كلها إليه، وأن يذكره على كل حال، وأن يشكره في السراء والضراء. حتى لو ابتليت يا أيها الأخ المسلم، حتى لو أصابتك ضراء في جسدك، في مالك، في نفسك، في ولدك، في بيتك، كل هذه الضراء محمولة إن صبرت. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفر النعمة التنكر لها، ألا أنسبها إلى صاحبها الحقيقي وهو الله تعالى. استحضر في كل عمل تقوم به أن الله تعالى هو الذي يقيمك ويقعدك، وهو الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. المؤمن قلبه معلق بمولاه، فأينما حل وارتحل قلبه مع الله تعالى. إن تخلى عنه الناس فإن الله لا يتخلى عنه، ولكن إن استشعر هذه المعية قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ولكن كما قال الصالحون: ليس الفضل في كونه معنا، فهو معنا شئنا أم أبينا، ولكن الفضل أن نكون نحن معه. استشعر أنه معك ترتقي إلى القرب منه، تذكره وتشكره وتصبر على ابتلائه. انسى أنه معك تنسى شكره إذا حلت النعمة، وتضجر ولا تصبر إن حلت النعمة. وليس هذا بيتنا المؤمن القط. عجبا لأمر المؤمن، كما قال سيدنا رسول الله في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما هي حال الإنسان في الدنيا كلها إلا سراء نعمة أو ضراء ابتلاء، وكلاهما فيه فضل من الله على الإنسان، في الأول أن يصبر وفي الثاني، في الأول أن يشكر وفي الثاني أن يصبر. هذه منة الله على الإنسان. يا رب عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها. يا رب ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. يا رب